انت قاطعة اتجننتي. مفيش داعي للكلام ده يا استاذ فؤاد. انت عارف ان انا وبنتي ملناش حد غيرهم، واللي هدفعهوله دلوقتي هعوضه انا وبنتي بعدين. مستحيل ده يحصل، مستحيل. انت يا هدى بالشكل ده بتقضي على حياة امين، بتحطي اخر مسمار في نعش بني ادم من اقرب الناس ليكي. مفيش داعي لكتر الكلام، احنا لازم نبيع المعدات. هدى هانم، المعدات دي لا يمكن هتتباع. المعدات دي هتفضل طول عمرها باسم امين سلام. يعني ايه؟ يعني هي دي الحاجات الوحيدة اللي هتضمن مستقبلك ومستقبل بنتك زي ما بتقولي. اتفضلي يا مدام، ده شيك بنص مليون جنيه، كان باقي الامين في شركة الفنادق، مدير الشركة كتبه باسمك، وده خد مني مجهود كبير جدا لانه كان ممكن يخش في سكة تانية تعطلنا عن الصرف. الشيك ده كان ممكن جدا يتعلق امانات لحد امين ما يفوق لنفسه. والمعدات هتعمل فيها ايه؟ المعدات هتفضل عندنا وهنأجرها للي عايزها، والعائد بتاعها هيوصلك كل اول شهر. معقول ولا عايزه تبيعيها برضو؟ مستعد تكتب الكلام ده؟ مش انا لوحدي اللي هكتب لك، انا هيكون معايا في اداره المشروع المهندس خالد، اظن عارفاه. اتفقنا. حضرتك بكرة هتصرفي الشيك ونتقابل في المحكمة عشان نسدد قيمة التعويض، وبعد كده نستعد لخروج أمين وشفاه بإذن الله. عن إذنك أستاذ فؤاد. التوكيلات اللي عندك لو سمحت. توكيلات إيه؟ توكيل بتاعي وتوكيل أمين، ولا نسيت؟ بالنسبة للتوكيل بتاع أمين اطمني، التوكيل يعتبر لاغي من ساعة النطق بالحكم عليه، وعموما بكرة إن شاء الله كل التوكيلات هتكون عندك. بس لو سمحتي، ده لازم يتم في الشهر العقاري، مين عارف يمكن يحصل اي حاجة وساعتها محدش هيصدقنا انا كمان. انا اذنك. مع السلامة. الو، اهلا يا طنط اجلال. انا فؤاد، كان عندي ولسه ماشي. ايوه، خلي عم متولي يقابلني بكره الساعه 11 عند الشهر العقاري. لا، اتفقنا على كل حاجه. ما تقوليش كده يا خالتي، هو انا ليا حد في الدنيا غيركم؟ ربنا ما يحرمني منكم. حاضر، تصبحي على خير، مع السلامه. خلاص، بكره باذن الله هنسجل الارض. على بركة الله. وحش. ايه يا طنط جلال؟ يا طنط جلال يا عسل انت، جميل. اتفضل. ايه ده يا صبحي ده؟ دي هدية بسيطة كده نحسن بيها علاقة ابن الجوز بمرات الاب العسل. والله كلك ذوق يا ابن جوزي. وجوزك برضو هو الذوق كله يا جلجول. يعني يا جلال لغاية دلوقتي لسه مش شايفين حاجة؟ ازاي؟ ده الموضوع استوى على الآخر. الله، طب ما تفهمينا يا جلجول. الحكاية كبرت في دماغها خلاص، وقريب قوي قوي هيكون فيه بشرة خير. الله، يعني ابعت اجيب الفساتين من باريس؟ لا، وانت الصادق من ألمانيا. اصل مقاساتهم اكبر. اصلهم هناك طوال قوي. يا اخويا طوال والله عراض، هو احنا حنفاصل؟ ده حتى صبحي كله مفهومية. خلاص يا صبحي، المسائل دي لو تمت الحساب هيكون عندي. متفقين يا والدي. ما تعرفش الاستاذ فؤاد عمل ايه في حكايه المعدات؟ تقريبا قال للست، بس مش عارف هتوافق ولا لا. لعلمك يا عم سليمان، المعدات دي لو اتباعت هتجيب ملاليم، وانا لما عرفت الثمن اللي جابته ما صدقتش نفسي، وانا اللي اقترحت فكره تاجيرها للاستاذ، بس يا ريت المدام توافق. ربنا يهديها، حاكم هي اليومين دول زي المجنونه بعيد عنك. اسمع يا عم سليمان، احنا كلنا لازم نعمل حاجه للدكتور امين، وفكره تاجير المعدات دي عايزينها تكون البدايه للعمل ده. مش فاهم يا ابني. انا دلوقتي بحاول اخلص الشغل اللي الدكتور كان متفق عليه، وطبعا هاخد منه فلوس. جزء منه هشيله مع الاستاذ فؤاد باسم الدكتور امين، والجزء الثاني هنصرف منه كلنا. اتعبنا يعني، بس مش اللي كنا بناخدها، اقل شويه طبعا. يعني المرتب هيقل؟ انا موافق يا ابني. الله يجازيك خير يا عم سليمان. تصبح على خير. مع السلامه.
الله يسلمك. ولد ان شاء الله ولد، قلبي حاسس اللي جوه هنا ولد يا عطيار. يا سعيد ولد ولا بتاعه كله محصل بعض. لا ولد، وهيطلع اوتوبيس شبه يا عطيار، ما بقاش سعيد لو ما جاش ولد. طب ونجد بنت هتعمل ايه؟ ها؟ هبقى سعيد، سعيد قوي، سعيد خالص. بس انتي ربنا يقومك بالسلامة، وبعد كده يبقى لنا حساب مع بعض. مش تقولي هنتحاسب على ايه الاول؟ على البنت اللي انت جبتيها. يا اخي وانا لسه جبت حاجة؟ انت مش لسه قايله بعضمه لساني، لو جت بنت هتعمل ايه؟ يا اخي انا بقول افرض افرض. ما افرضش يا عطيات، ما افرضش يا بنت عم سليمان. انت قرك ذكر، وطالما نقيتي فيها ان هتيجي بنت يبقى هتيجي بنت. كان عندك كام سنه لما الوالد توفى؟ 5 سنين. فاكر شكله؟ عمري ما هنساه ابدا. كنت بتحبه؟ منيت كتير يرجع. طب قولي ليه اخترت الهندسة؟ امي هي اللي اختارت. كنت عايز تكون ايه؟ زي ما هي عايزة. عمرك ما سقطت؟ عمري ما نجحت. بتكره الهندسة؟ بلعنها. بتحبها؟ بحتقرها. اهم حاجة في حياتك؟ امي وماتت. بتحب المقابر؟ لا بكرهها. حضرت دفن الوالد؟ هما اللي دفنوني هناك. هما مين اللي قتلوها؟ اسمهم ايه؟ كلهم. كلهم مين؟ معرفش معرفش. افرد صوابك يا دكتور، افرد. معلش عشان خاطري. ايوه. حاسس بايه دلوقتي؟ حاسس بصداع رهيب. انت ليه ما بتنامش؟ خايف اصحى الاقي مصيبه. متوقع حاجه معينه؟ انا عايز بنتي، انا عايز بنتي جنبي، مش عايزها تغيب عني لحظه احلى. حاضر حاضر، انا هشوف الموضوع ده وهريحك منه خالص. لا مش هتشوف، لازم تجيبها، انت لازم تجيبها. وان ما كنتش هتقدر انا بقى هقدر. انا عندي 100 طريقه علشان اجيبها واخبيها عن الناس كلها. لازم اخبيها. اطمن اطمن، انا كمان عندي طريقه زي طريقتك ويمكن اقوى منها كمان. بس انت ارتاح. يعني هتقدر؟ حاضر. واعتبر ده وعد مني. طب خليها تلبس هدومها الجديده، قولها العيد بكره. ها قولها بس انت العيد بكره، وقولها بابا هياخدك ويفسحك، هيوديك جنينه الحيوانات والملاهي والقناطر، وركبها مراكب ومراجيح. تعرف قولها لو ما جيتيش بابا هيزعل منك ومش هيوديك المكتب. بس انت قولها كده، هي هتفهمني على طول. هي اصلا هي بتفهمني كل ما اقول. هي اصلا بنتي الوحيده. ايه بنتي. حاضر حاضر حاضر. افتح الباب. انا قلت لك 100 مره قبل كده البنت مش ممكن تروح لابوها. طب خديها انت وروحي له. ولا انا ولا بنتي ممكن نعرض نفسنا لراجل مجنون زي ده. امين يا هدى، صحته اتحسنت كتير عن المده دي انت شفتيه فيها. مش مهم، انا كنت عايزاك في موضوع غير كده خالص. اتفضلي. انا بفكر في الطلاق. شيء مفروغ منه طبعا. ليه؟ كل واحد لازم يكمل مشوار. بلاش الفلسفه دي وحياتك. اقدر افهم ايه المطلوب مني في الامور اللي زي دي؟ المطلوب انك تعرف الموضوع ده وبس. وبعد ما اعرف
تقول لأمين بيه العقل بتاعك إن كل اللي بينا انتهى، وكمان عايزة المعدات اللي اديتها لك أنت والمهندس ده اللي اسمه خالد. يا سلام، بالبساطة دي؟ أنت الظاهر يا مدام نسيت أنا بشتغل إيه. أنا محامي، يعني رجل قانون. لا 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 لا، أنت بتلعب لعبة كبيرة قوي بقى يا أستاذ فؤاد، ومستعد أدافع عنها لحد الموت. طب ما تكشف ورقك بقى وفهمنا ايه اللعبة الكبيرة دي. العقد اللي حضرتك مضيتيه معايا انا والمهندس خالد بينص على ان يكون مدة استغلال 5 سنين وقابلة للتجديد. مش مهم. مش مهم ازاي مدام؟ ده في شرط جزائي على اللي يخل بشروط العقد. انا معرفش حكاية الشرط ده. انت ما تعرفيش لكن هو موجود في العقد، والعقد مسجل في الشهر العقاري. بس انت بقى ساعة توقيع العقد كنت مهتمة بقيمة الإيجار أكتر من اهتمامك بأي حاجة تانية. يعني إيه؟ يعني يا ست هدى، العقد شريعة المتعاقدين. وإيه هو الشرط الجزائي؟ الشرط الجزائي يا ست بيقول اللي يطلب فسخ العقد لأي سبب يدفع نص قيمة المعدات كتعويض للطرف الآخر اللي هو إحنا، أنا والمهندس خالد. لص. أشكرك. مجرم. أنا كراجل جنتلمان عيب لما رد عليكي. قولي اللي أنت عايزاه، بس لو سمحتي أمين لازم يشوف بنته وبأي تمن تطلبيه. صحيح، بأي تمن؟ هتدفع أي تمن ولا أهو كلام وخلاص؟ أنا عندي كلمتي. نفسخ العقد اللي بيننا. وأظن كمان حتلويلي ندفع لك قيمة شرط الجزاء. لا، أنا مش زيكو قوي كده، لكن اعمل حسابك إن أمين مش هيشوف البنت غير مرة واحدة بس. مرة واحدة تساوي 500,000 جنيه؟ ما أنا غلطت غلطة واحدة ودفعت 500,000 جنيه. اسمعي يا هدى، مريم مهما قعدت معاكي فقعدتها مش هتطول، وأحسن لك. بقول لك ايه، انت بتهددني؟ انا ما بهددش، انا بقول امر واقع. امين لما يخف ان شاء الله في يوم من الايام هيطلب حضانة بنته، وانتي هتكوني في نفس الموقف وهتحتاجي انك تشوفيها، وساعتها ممكن تكون المعاملة بالمثل. انا بقول تقدمي السبت وتخلي امين يشوف بنته من غير اي تمن تطلبيه. اتفضل يا استاذ. اتفضل قبل ما تصرف معاك تصرف سخيف. انا خارج يا مدام، ومن غير اي تصرف خارج، بس هيجي يوم ادخل من الباب ده ومعايا امين سلام صاحب البيت وصاحب الامر والنهي هنا. اتفضل يا استاذ. اتفضل. حاضر. اتفضل قدامي. اتفضل يا حضرة الافوكات العظيم، ومنك نستفيد. مع السلامة يا فؤاد بيه. باي باي يا مدام هدى. باي باي يا سيدي بقى. باي باي. ايه رأيك بقى يا متولي؟ كله تمام؟ تمام التمام. ايه رأيك بقى في كلكلة؟ عظمة على عظمة. مش واجب برضو تأمن لها مستقبلها؟ نعم. الأرض اللي انت خدتها إن سفقناكم دي مش تديني نصيبي منها؟ مش فاهم. افهمك، تكتبها باسمي. ليه؟ عشان انا مراتك. الله، يا وليه يا عالي، وما فيش عندك الا موضوع الارض، ما انا كل ليكي. لا يا حبيبي، لا 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 لا، ده انت ليك 3 غيري، وليك من كل دار نار. من كل دار نار يعني ايه؟ عيال يعني.
وانا بقى وليا مكسورة الجناح، واذا حصل لك حاجة لا قدر الله هروح انا في الكزوزة. الله، يا ليه مش كفاية اني مشغلك فلوسك؟ حد الله، دي فلوس بنت اختي وانا ملياش دعوة بيهم خالص. انا الكلام ده امال انت فاكر ايه يا سمتولي؟ اوعى تفكر ان الفلوس دي فلوسي. لا لا سمح الله، بس انت فهمه هودا انك شايلاهم مش مشغلاهم. وماله يا اخويا، افرض ان انا عايزه افاجئها بمبلغ متجمد فوق فلوسها لما تطلبهم، ما فيهاش حاجه. هي هتطلبهم انت عشان اعمل حساب؟ ما تخافش، اول ما تطلبهم هديك براح جامد قوي علشان تبقى ترجعهم لها. انا بطني بتلعب من سيره الفلوس دي. بتلعب من ايه يا سمتولي؟ اوعى تكون بتلعب في الفلوس كده ولا كده ولا كده. ده بنلعب ايه بس؟ الفلوس متطرفه في السوق، صعب اللي ما في يوم الايه ده. قول كده يا اخويا، اصلك كركبت بطني. خلاص بلاش زن بقى، قاعده ولا هتقومي؟ هو انت كلت على كده خلاص؟ الحمد لله. تستاهل الحمد يا اخويا، انا حلم الاطباق وجيالك طوالي مستنيكي. بفوق حس وفعين اللي ما يصلي على النبي. ها يا اخويا، بكره بقى شيل الحاجه. انا مش عايز دواء، مش عايز، ومش عايز اكل. انا عايز بنتي. هتقولي بنتي؟ بنتي فين؟ انا عايز مريم. هتقولي مريم؟ كلكم كداب، كلكم كلاب، كلكم كلاب وكدابين. هم اللي خطفوها، خطفوا مريم. انا عايز مريم. حتى انت يا فؤاد، حتى انت تكذب عليا وتاخد مني بنتي؟ ليه يا فؤاد؟ ليه تعمل كده؟ ده انت صاحبي يا راجل، ده انت صاحبي وعارف ان انا ما اقدرش اعيش لحظه واحده من غير مريم، انت عارف. وبعدين يا امين، انت بتعيط؟ مريم راحت خلاص، مش هشوفها تاني، راحت زي كل حاجه ما راحت. مريم ما راحتش يا امين، مريم ما راحتش. مريم مستني يخرجك من هنا بالسلامة إن شاء الله. ومين اللي هيخرجني؟ أنت ولا اللي حطوني في السجن؟ مين اللي في إيده الحب؟ أنت ولا هما؟ النمور ولا الديابة؟ كلكم أقوى من بعض، مفيش بقلوبكم رحمة، مفيش بقلوبكم شفاء. حرام عليكم، 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 حرام عليكم كلكم. لو سمحت يا استاذ فؤاد، اتفضل. حاضر. خلي بالك منه. ألف مبروك يا هدى، أهو دلوقتي الكابوس انزاح. ألف ألف مبروك يا ست هدى، مبروك على الطلاق. الله يبارك فيك يا عم متولي. طب استأذن أنا بقى. عادي يا حبيبتي، عادي. بقول لك إيه يا متولي؟ لا، مش هتعمل اللي قلنا عليه؟ وماله؟ ولا في ديك الساعة جلجلة، هو ما كانش بس معطلنا غير الظروف المهببة دي، ده هتحلو قوي يا جدعان. ادخل. أحلى مسا يا سعادة البي. يا منصور رحت؟ وبتسلم عليك. أخبارها إيه؟ مهدية اللعب على الآخر. الظاهر إن الزيارة اللي قمت بيها سعادتك جابت نتيجة 100%. يعني مفيش تهديد ولا كلام فارغ من اللي كانت بتعمله ده؟ بتاتا يا سعادة البي.
اخبار العيال ايه هناك؟ الفلوس كانت منافسهم. حلو ده. واخبار الدكتور بتاعنا ايه؟ انت لسه فاكره؟ الا فاكره يا سعاده البيه. قول لي يا سعاده البيه، الا ممكن عقله يرجع له تاني زي ما كان؟ يا حبيبي يرجع ما يرجعش، احنا خدنا حقنا منه تالت ومتلت والموضوع انتهى على كده. سنه قربت تخلص، الايام بتجري زي الرهوان. زي اليومين دول امين كان فارد قلوعه قوي، فرضني، هزقني، تعبني، مسك علي حاجات كتير، خلاني مسواش قدام شويه عيال من اللي عنده. لكن الشاطر اللي يضحك في الاخر. تضحك على ايه يا سيف بيه؟ انت مش بتقول ان الشاطر هو اللي يضحك في الاخر؟ لا، ما انت شاطر، شاطر قوي يا بيه. والله ما انت فاهم حاجه، خليك كده في التنبله اللي انت فيها قفص. هو في حاجه تانية غير الموضوع يا سعد بيه؟ في موضوع واحد، موضوع خاص بيني وبين امين، وده هيكون اخر جوله بينا. لا يا سيف بيه، انت صعب، صعب قوي، ويا ويل اللي يهوب ناحيتك. عاوز فلوس يا منصور؟ خيرك سابق يا سعاده بيه. معلش خليها بعدين بقى، اصل انا قفلت الخزنه. يا بيه انت كلك فلوس، هو في حاجه بتروح عندك؟ لا مفيش حاجه تروح ابدا، وزراحت لازم ترجع، لازم، ورجلها فوق رقبتها كمان. مبروك يا هدى. الله يبارك فيك يا رام. ما تيلا يا ابني. حاضر يا رام. مبروك يا هدى. الله يبارك فيك. بقول لك ايه، هدى تحطها في عينيك الاثنين لحسن، وديني وديني طلق امك. انت بتقول ايه؟ الهدى دي هتبقى في عينيا فوق وعقلي كمان. مبروك يا بنت اختي، ربنا يهدي سرك ويبشبش الطوبه اللي تحت دماغ امك. دافع حلولو بلدي ونقاف ونقاف يعني دافع حلولو. خلاص مشي يا طنط. مشي يا روح طنط. يا ماما النهارده فرحانه قوي يا هدى. والله يا طنط انا مكسوفه على الاخر. مكسوفه من ايه يا بيت؟ هو انت عملت ايه غير شرع الله؟ قال بيقولوها في الامثال، ايش عملت الحره اتجوزت؟ تفتكري يا طنط الناس هتسيبني بحالي؟ ناس مين يا حبيبتي؟ هو صبحي ده انت كنت تعرفيه لما جوزك اتجنن، ولا هو كان قال عليكي قبل ما يطلق جوزك؟ يا حبيبتي خلي اللي يقول يقول. خلينا احنا في المهم، انت ناقصك ايه علشان تتستري؟ ما هم بيقولوا الجواز ستر الولاية. اما انك عبيطة بصحيح. انا بقول نخلي موضوع الجواز ده واحدة واحدة. غلط غلط، واكبر غلط كمان. ده انت لسه قايلالي انك انت خايفه من كلام الناس. بس يا طنط الناس مالها اذا كنت اخر الجواز ولا ما اخروش؟ ايه الحاسبه اللي زيك يا هدى لازم تاخدها من قصيره وتتجوز؟ صوب منك يا بنتي قاعده لوحدك، وده هيفضل خارج طالع خارج طالع، هيوجع لك نفوخك. الاحسن بقى انك انت تقطعي ألسنة الناس وتتجوزي طوالي، وهو وجع صعب على كل ساعة يا هدى. قلت يا ايه يا حبيبتي؟ يا طنط صبحي ده انا معرفوش خالص، كل اللي اعرفه انه ابن عم متولي وانه بيشتغل معاه في التجارة. وهو كل اللي تعرفيه ده شوية؟ طبعا يا طنط شوية. عايز اعرف دخله قد ايه، عايز اعرف لما يستقل عن ابوه هيعمل ايه، عايز اعرف هيدفع لي كام في الشهر،
وبنتي اللي هتعيش معانا دي هل هتسبب لنا مشاكل ولا لا؟ في حاجات كتير قوي يا طنط عايزه اعرف حاجات كتير. مش هو ده الصح يا طنط؟ طنط مين بقى؟ ده انت اللي طنط. ايه الفصاحه دي كلها يا بنت؟ مش عارفه يا طنط، مش عارفه، عندي احساس بالذنب وخايفه من المستقبل. انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه. قولي على خيرة الله واعتمدي، وبإذن الله بإذن الله هتعيشي مع صبحي ده في هنا ونعيم، وهتخلفهم العيال ملايين. يا ستي لو شالوهم من بطاقة التمويل مش مهم. حياتك كلها ضاعت يا أمين، يوم ورا يوم. سجنك طال قوي ولازم يكون له نهاية. لازم تخرج من سجنك وتنتقم. لازم تنتقم من اللي سجنوك. هتلاقيهم ورا كل مصيبة حصلت لك، وورا كل نجاح وصلت له. النجاح هو اللي وصلك للمصايب دي كلها. فتحت عليك النار من كل حته، بقيت زي ورقه شجر. لما تكبر وتختار تلقى الخريف واقف لها بالمرصاد، هزه واحده من ريحه يوقعها يقتلها. القاتل في الزمان ده بيقتل عيني عينك، لأن المقتول دايما جبان، جبان زيك. أيوة انت جبان يا عيني، انت جبان طول عمرك، منطوي على نفسك طول عمرك، بتدارى ورا أفكار تافهة ومتهيأ لك إنها مثالية. هتسكت يا أمين؟ هتسيب اللي ظلموك؟ هتسيبهم؟ مش هتاخد حقك منهم؟ انت جبان، مستقبلك ضاع، بيتك ضاع، بنتك ضاعت. جبان جبان، لكن لا، انا هقتل جوايا أمين الجبان. اقتله، لازم اقتله، لازم اقتل أمين الجبان. أفندي، هو سيادتك مين؟ صبحي متولي، يلزم أي خدمة؟ أنا فؤاد العباسي، محامي الدكتور أمين. مدام هدى أجرتك الفيلا، ها؟ الظاهر إن سيادتك ما تعرفش. على العموم اتفضل يا أستاذ فؤاد، اتفضل، ده أنا نفسي أشوفك من زمان. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا أستاذ فؤاد. مش تعرفنا بالاخ يا استاذ فؤاد؟ ده عم سليمان، بيشتغل مع الدكتور امين سلام من زمان. هو سيادتك مين؟ في الحقيقه مدام هدى مرت بظروف كانت صعبه خالص، وكانت احتياج ان حد يقف جنبيها ويقدم لها مساعده. هو سيادتك مين؟ انا جوزها. جوزها؟ امتى حصل الكلام ده احنا ما نعلمش بيه ابدا. هي كانت هتاخد منك الاذن يا راجل انت ولا ايه؟ الراجل ده ايه اللي دخله في الموضوع؟ اصله بيشتغل مع الدكتور امين من زمان، ويعتبر من اقرب الناس ليه، وفعلا موضوع زي ده كان لازم يكون عندنا علم بيه. على الاقل يا اخي كنا قمنا بالواجب. الواجب لسه ممتد يا فؤاد بيه. يا سلام، ده انا تحت امرك. البيت اللي احنا قاعدين فيه ده ماله؟
على ما اتصور ان له حجه ورسومات وحاجات زي كده. ليه هو حضرتك هتبيعه ولا ايه؟ هبيعه ايه؟ انا اشتريته. اشتريته؟ اشتريته من مين؟ من هدى مراتي. وباي حق بتبيعه لك؟ ب20,000 جنيه يا متر. يا بلاش البيت ده كله وفي الموقع ده وبالمساحه دي كلها ب20,000 جنيه. اسمح لي اقول لك اللي بتقوله ده لا يمكن يكون صح ولا يمكن يتسكت عليه. خلاصة الكلام، الأوراق دي لو كانت عندك يستحسن تدهالي وفي أسرع وقت ممكن لو سمحت. ده أنت بتهددني بقى. أنا مش بهددك، أنا بطالب بحقي، وعقد البيع معايا وسليم 100%، ومش فاضل غير إن أسجله في الشهر العقاري. طب لو سمحت أنا عايز أقابل مدام هدى. مدام هدى مراتي؟ مراتي ما بتقابلش حد، ومن هنا ورايح الكلام هيكون معايا أنا. آه، أنت اتجوزتها إمتى؟ متهيألي إن ده خارج الموضوع يا متر. قول لي يمكن افيدك، ده انا محامي وانا تاجر، وزي ما انت عندك قانون انا عندي عقل، واتحداك انك تقدر تعمل اي اشكال او تطعن في موضوع البيع ده لانه سليم 100%. والعلم انا ممكن اطلع بدل فائد على الحجه والرسومات والكل حاجه اتسرقت من البيت ده. بقول لك ايه يا جدع، انت لغايه كده بتحترم نفسك؟ فاهم؟ احترم نفسي؟ اطلع بره يا اطلع من بيت ابوك يا حرامي. الراجل ده لو ما لمش نفسه هبلغ البوليس يجي يقبض عليه. اتفضل بلغ البوليس وريني كده هتطلبه ازاي. ده بيتهجم عليا في بيتي يا متر. بيتك لما تبقى سجله يا انت اسمك ايه؟ صبحي متولي العادل. متولي والعادل كمان، انتوا جرالكوا ايه؟ بصوا حواليكوا، شوفوا الناس بتروح فين وازاي جبروت بيتهد في لحظه. نصايحك دي توفرها لزباينك اللي بيدفعوا لك عليها اتعاب. ها، انا اقل زبون عندي احسن من امثالك، على الاقل بيحس انه فرطه ومحتاج لحد يعينه، انما اللي زيك استحاله انه يحس ولا يفوق لنفسه، واذا فاق هيكون القطر فات والعمر انتهى. يا متولي يا عادل، يلا بينا يا عم سليمان. يلا فؤاد بيه، مع السلامة يا أستاذ فؤاد يا منقذ البشرية. يا دودو يا هدهود. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا دودو؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي يا دودو؟ معقوله كده يا حبيبتي؟ قولي يا صبحي. تأمري يا روح صبحي. انت مش شايف ان بيع الفيلا ده ممكن يسبب لنا مشاكل؟ حبيبتي يا حبيبتي قلت لك 1,000,000 مره سيبيني اتصرف، انا عارف ايه اللي بعمله. بس انا خايفه، خايفه ان امين يرفع عليا قضيه في المجلس الحزبي. يا ستي لا مجلس حزبي ولا غيره، انت ليك الحق تتصرفي في كل حاجه عشان تدفع التعويض اللي كان مطلوب مني. تعويض ايه؟ ما التعويض الدفع من زمان. ما انت هتقول انك كنت مديونة ساعتها، وبيعك للفيلا كان عشان تسددي الديون اللي عليكي كلها. يا حبيبتي انا نفسي تسمعي نصيحتي كويس وتخلي كل اللي ليكي فلوس فلوس بس يا هدى، عشان لو حد حب يتفلسف ويقولك الفيلا ولا غيره هيلاقي سيد من يقف قدامه. ارتاحي بقى يا دودو وريحي نفسك على الاخر، ويلا بقى يا دودو عشان تاخرنا على الصهر. طيب بلاش حكاية المعدات دي دلوقتي. هدى احنا اتفقنا عليها وخلصنا. علشان خاطر يا صبحي بلاش المعدات، اعمل معروف، خلينا نشوف هيعملوا فينا ايه. يا هدى انا ما احبش الخوف، ولا عمري كنت ضعيف في يوم من الايام. انت تبيعي لي المعدات دي وشوفي هعمل لك ايه في فؤاد وخالد. بقول لك ايه، انا مش هبيع المعدات، يعني مش هبيع المعدات، وانا كمان ندمانة اني بعت الفيلا. انت بتزعلي بسرعة قوي كده ليه يا حبيبتي؟ بلاش من حكاية المعدات دي دلوقتي خالص، على راحتك يا دودو. وكمان بنتي،
البنت تيجي تعيش معايا. مش مشكلة يا دودو، هنروح لطنط إجلال ونجيب. يا حبيبتي ده انت لو طلبت عناية مش هتغلى عليك والله. خلاص يا صبحي، كمل هدومك وتعالى نسهر أحسن، مش طايقة أقعد في البيت. ولا أنا كمان طايق، دقيقة واحدة وانزل. أمين؟ أمين؟ أنا صبحي يا دودو. صبحي، أنا متأسفة، الظاهر إن أنا أعصابي تعبانة شوي. ولا يهمك يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي عشان هسهرك سهرة لطيفة خالص. يلا. أنا لازم أوقف بيع الفيلا بأي طريقة. هي الحجة مش عندك يا سعادة البيت. الموضوع مش موضوع حجة يا عم سليمان. ده كان فيه عقد بيع ابتدائي أمين كان عنده لوالدته من فترة، بس مش لاقيه. الكلام ده كان نفع يا سعادة البي لو كانت والدته الله يرحمها لسه عايشة، لكن هيفيد بإيه دلوقتي؟ هيفيد، هيفيد قوي يا عم سليمان. مش فاهم. لقيته يا سعادة البي؟ لقيته يا عم سليمان. طب قول لي يا بي، هتعمل بيه إيه دلوقتي؟ هقدمه للمحكمة وحطعن في صحة بيع الفيلا على أساس إن أمين كان بيعها لوالدته بتاريخ سابق لبيع هدى ليها. والله دول ناس لا تعرف العدل ولا الرحمة. وواجبنا بقى إن إحنا نعرفها لهم. كان واجب يا طنط إجلال تفهميني الحكاية من الأول، بدل ما تخلي واحد زي فؤاد يعملني لعبته في المحاكم. يا ابن أحلف لك بإيه علشان تصدقني؟ الموضوع ده أول مرة بسمعه منك. بقى بالعقل يا متولي أعرف إن أمين باع الفيلا لأمه وكنت حسكت. طنطك إجلال ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده يا صبح. سبونا عاوز أعرف، أنت إيه اللي مزعلك بالشكل ده؟ الله، كرامتي يا بابا، كرامتي. كرامتك؟ كرامتك متصانة 24 قراءة، بس هد أنت نفسك. تعلم إزاي ترد الصعصعين يا فندي يا متعلم، يا بتاع المدارس. انت تاخد مراتك بكره تروح للمحامي بتاعنا، خليها ترفع قضيه تزوير في اوراق رسميه. تزوير في ايه؟ في العقد اللي معاه. بس ده عليه امضه من امين سلام. الله، ما الامضه دي هي اللي مزوره. ما تخليك معايا امال. والله يابا فكره هايله. ما المدارس ايه اللي بتروحوها؟ ده حاجه تغلنا يا جدعان. يا دي تتعلم ازاي تهدي نفسك، خليك بارد. ثلاجه يبقى ادم مننا شويه دم، لو راحوا قول يا رحمن الرحيم. حاضر يابا. انا اسف يا طنط اجلال اذا كنت عليت صوتي شويه، انت برضو مهما كان يعني مقام والدتي. بس عيب، عيب كده يا صبح؟ عيب لما تفكر ان انا كذبت عليك في الكلام اللي قلته لك على هدى واللي تمتلكه هدى. الله، ده احنا اهلي يا ابني، اهل ونسايب كمان. الله، جريه يا جلال، انت هتبيع وتشتري فلاد قدامي ولا ايه؟ مش بفهمه يا متولي. خلاص اديني فهمت. بقول لك ايه يا صبحي، تتروح لمراتك وتهديها بكلمتين، هدى ما غلطتش فيك عشان تعمل معاها الاسعارينا دي كلها. حاضر يا بابا، مع السلامة يا طنط جلال. مع الف سلامة يا صبحي، مع السلامة يا حبيبي. الله، ما تفكيها بقى. لا يا متولي، انا زعلانه منك. زعلانه؟ زعلانه من ايه؟ مش هي دي جوازتك؟ وهي مالها هدى، فيها حاجه؟
كلها مشاكل. ثم كفايه اني وافقت ان ابني اللي لسه ما دخلش دنيا يتجوزها. اسمع يا متولي، كلام فاضي، انا مش عايزه. الله، مش هي دي الحقيقه؟ بقول لك ايه، الحقيقه كل واحد فيه اللي مكفيه. بقول لك ايه، وانا ابني صح سليم ما يتعيبش. لا يا حبيبي، صبحي خدم في كليه التجاره 10 سنين وطلع يا مولاي كما خلقتني. وماله، خبره، طلع راجل. وهي ست، ست الستات كمان، شابه ومتعلمه ومعها اللي يكفيها طول عمرها. متعلمه. امال يا اختي كنت هتموتي عشان تجوزيها لابني ليه؟ اهو قلت يبقى زيتنا في دقيقنا، بدل ما واحد غريب يطمع فيها، قلت ده ابننا وستر وغطى عليها. ابقى غلطانه يا متولي؟ لا، عداك العيب يا اجلال. ادي احنا مستنيين لما نشوف اخره الجوازه دي هترسى على ايه. خير ان شاء الله يا متولي، وانت سيب من يحسب الخير. بقول لك ايه، وقت الحساب لسه ما جاش. ثم عاوز افهمك حاجه بقى بالعربي. حسك عينك، حسك عينك انك تهيني الواد قدامي تاني بالشكل ده. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. ها يلا اخبار. انا بعت لك كل المجلات والجرايد بتاعت الاسبوع ده عشان تسلي نفسك. قريتها؟ كلها ايام وينتهي الحكم اللي عليك. مش هيبقى فاضل غير انك ترتاح نفسيا ونطمن عليك ونقول لك مع السلامه يا سيدي. اخرج من سجن لسجن. انت مش مسجون، انت تحت العلاج. انت ايه اللي بيني وبينك؟ انت ليه مستمتع ان انا افضل تحت سيطرتك؟ انت مسؤوليتي بس مش اسيرك. ما تفهمنيش غلط، انا فاهمك صح. انت عايز انتصار وانا عايز حريه، عمرنا ما هنتفق ابدا. انا نظريتي بالنسبه لك انتهت. انتهت بموتي، وانت عارف انتهت هنا بموتي. انت ما متش، انت خفيت. انت كان بينك وبين الجيران خطوة واحدة. انا عمري ما كنت مجنون، عمري ما كنت مجنون، عمري ما كنت مجنون. انا عارف انك ما كنتش مجنون ولا كنت مدعي. المفاجأة كانت اكبر منك، والموقف كان صعب عليك انك تتقبله بالصورة اللي حصلت. الانسان في حالة رفضه ممكن يعمل اي حاجة، ممكن مخه يتوقف للحظة، ليوم، لشهر، وده اللي حصل لك. تفكير المعتاد أثره الشلل عند لحظة معينة، اللحظة دي وصلتك لحد هنا. في نظرية في علم النفس بتقول إن اللي بيخاف من الجنان بتتربى جواه مناعة ضده، ودي كانت نقطة الارتكاز في علاجك. أنا عارف أنت عايز تخرج من هنا ليه. صدقني هترتاح كتير لما تشوف كل انسان خدعك اخد عقاب. بس العقاب ده مش هيكون بايديك انت. اظن انت فاهمني كويس يا دكتور امين. انت رفضت شريعه الغاب اللي اتعاملت بيها، والصح انك تفكر باسلوب حضاري، اسلوب العقل والمنطق، عشان تشفي نفسك من كل الجروح اللي اصابتك في يوم من الايام. فكر كويس يا دكتور امين، فكر فكر، لانك جمعت تفكيرك عند نقطه معينه. النقطه دي جايز توصلك لنفس الظروف اللي جابتك هنا، وساعتها هيبقى العلاج مستحيل. ايه
في حاجة منصور؟ بتقال يا سعادة البيه، اني الاول نتكلم كلمتين مع بعض. اتجننت قفص عشان تكلمني بالطريقة دي؟ واللي طالب بحقه يبقى اتجنن. حقك ايه بقى؟ حكاية حقك دي وعاوز افهم ايه حركة قفل الباب ده؟ عشان يا سعادة البيه ما يصحش نتكلم قدام الناس، السر دايما بين اتنين، ولو بقوا تلاتة ما يبقاش سر. جيب من الاخر. عايز حقي. حقك في ايه؟ في اليغمة دي كلها، في الهبش اللي بيحصل يمين وشمال. اذا كنت فاهم يا ابني انك ماسك عليا حاجة فاروح قولها مطرح ما انت عاوز، اما اذا كنت ماسك عليا فردة فده مش هيحصل ابدا، لا حصل قبل كده ولا هيحصل بعد كده. يلا من دلوقتي اعتبر نفسك مرفوض. يلا مرفوض دي ما تهمش يا سعادة البيه، انا اللي يهمني ان يبقى لي مستقبل زي ما كل واحد ليه مستقبل. المستقبل يا قفص ما بيتشحتش. بس انت يا سعادة البيه ممكن تشحته، انت اللي بايدك اللعب كله. عاوز ايه؟ خلصني. حاجة بسيطة يا سعادة البيه، حتة مكتب صغير على شوية حديد تسليح على شوية صحي على شوية مونة على شوية اسمنت، اهو يمشوا الحال. مقاول يعني؟ بس على قد الحال يا سعادة البيه، وشرف سعادتك انا هاخد الفلوس وانزل على اي حتة شعبية صغيرة تكون جديدة واطلب التسهيل. قلت يا بيه. وعاوز كام في الموضوع ده؟ سعادتك كلك نظر. طب منصور انا عندي مشوار مهم دلوقتي، ولما ارجع نبقى نتكلم. احنا اتكلمنا خلاص يا سعادة البيه. لا لسه منصور، لسه في كلام كتير قوي. الكلام خلص يا سعادة البيه، دلوقتي جه ميعاد التنفيذ. واذا ما دفعتش يبقى كل واحد ينام على الجنب اللي يريح. منصور انا لغايه دلوقتي بعتبرك بتهزر. ها انا بتكلم جد يا سعادة البيه، واذا كان الوقت مش مناسب. انت رايح فين يا سعادة البيه؟ انت مالك؟ انت مالك انت يا قفص؟ غور من وشي غور.
الواد ده من النهارده هيطفي جير، اشتغل مرمطون، اتربط من ايديه ورجليه زي البهائم لحد ما يتعلم الادب مظبوط. حرمت يا سيبيه، ابوس ايدك اعتقني. يعني انت لو كنت مكاني كنت هتعتقني يا منصور. خدوه، عاوز اسمع الضرب والزفه وكيف. يلا يا ناس سيبوه. حرام عليك يا سيبيه، حرام عليك يا ابويا. الواد منصور اصله نسي نفسه، لازم يتعلم الادب مظبوط. ازيك يا اشواق؟ كله تمام يا معلم سيف. يعني الطلبيه بتاعت الارياف سافرت من النجمه والرجاله رجعت. حلو، يبقى حلال عليهم الفلوس اللي انا جايبها لهم. الفلوس ما عادتش تهمهم يا معلم. ليه؟ عايزين يفتحوا مكاتب هم كمان زي بسلامته. لا عايزين يفتحوا ولا عايزين يدخلوا، الرجاله عايزه افراج يا معلم. هم في معتقل ولا ايه؟ مش هم بس يا معلم، أنا كمان قرفت من الشغلانة دي. أنا تحت أمرك، طلباتك يا أشواق. طلباتي ما عادش تهمك يا معلم. شوف طلبات الرجال الأول. الليلة كل حاجة هتنتهي، أنا قاعد معاكم، كل طلباتكم هنفذها لكم. ده أنا وكل ما أملك عشان الجبل والناس اللي في الجبل. أنا بلغني من الدكتور رامز إنك اكتبت الأزمة اللي كنت فيها. صدقني يا دكتور أمين، لو قلت لك إن الخبر ده عندي أسعد من نجاحي النهاردة. فترة وجودك هنا حاولت أشغل نفسي بالدراسة، وكان الدفع دايما أنت. مش عايز تسمعني ولا مش عايز تصدقني؟ انا اخترت السكة دي عشان لقيتها هتنقذني من حاجات كتير، لان اللي كنت بتحمله كان اكتر من طاقتي. صدقني هو ده احساسي ناحيتك، احساس مفهوش القاب ولا رتوش ولا كده، في قوه غريبه تدفعني ليك. حاولت كتير اتحداها ما قدرتش اقاومها، فشلت. شيء اكتر من الحب وابعد من الاعجاب. انت ليه ظهرت في حياتي؟ ليه اخترتها مكان لزلزالك وفجرت فيها كل المشاعر دي؟ ليه وانا في قمة ارتباطي بيك
بعدت عني كل البعد ده، رغم اني كنت ممكن اكون دليلك وسكتك للامان. دكتور امين، انا اسفة على اني جيت لك مرة تانية، اسفة على اني سمعتك شيء انت بتهرب منه، بس هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة اللي مش ممكن اداريها او اغكل منها، واللي لازم اخلص منها برضو في يوم من الايام. عموما كان لازم اودعك، اودعك وانت في كامل وعيك، علشان ما كنتش اتجنيت عليك لو اتصرفت من نفسي، او علشان ما تلعنيش لو كان عندك حاجة عايز تقولها وانا حرمتك منها. اشوف وشك بخير يا دكتور امين، اشوف وشك بخير. مين اللي بره؟ مين اللي بره؟ بقول مين اللي بره؟ الحقونا يا ناس، الحقونا يا ناس، الحقونا يا هو. اهدي يا هدى، ده انا. ايه اللي انت بتعمله ده؟ بس يا مريم، بس يا حبيبتي، بس يا رعب. بهزر، هو حرام ان الواحد يهزر؟ رسمالي النكت كده على طول، دي بقت حاجه تقرف. انا خايفه يا ماما، خايفه. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، ده عمو صبحي. ايوه يا حبيبتي، عمو صبحي، عمو صبحي اللي بيخوفوا بيه العيال. بذمتك مش مكسوفه لما الناس تسمعك تقول عليك ايه؟ وانت مش مكسوف من نفسك؟ اما جاي الساعه 2 الصبح. لا، ده ناجي وقت ما اجي واخرج وقت ما اخرج. ها؟ لا يا سعاده البيت، البيت ده له احترامه، وانت عارف وضعي فيه كويس. ما هي بقى دي المشكله، الوضع اللي انا فيه والوضع اللي انت فيه. انا عايز افهم البنت دي جبتيها ليه من عند طنط اجلال؟ دي بنتي، ولما اتجوزتني كنت عارف كويس قوي ان انا عندي بنت، عارف كويس قوي. ايوه عارف كويس، بس انت كمان من يوم ما جبتيها وانت مش مهتمه غير بيها، وانا ولا كاني راجل وليا طلبات لازم تتعمل. انا ما قصرتش في حاجه ابدا، ده انت حتى بتتدخل في شؤوني الخاصه، عايز مني ايه اكتر من كده؟ المشكله يا حبيبتي ان اعصابك بتفلت منك بسرعه، وبتخليني كمان انا بعصبي معاكي. يا هدى، انا بحبك قوي وما اقدرش استغنى عنك ابدا. هو فين الحب ده؟ الحب انك مش قادر تقدر ظروفي، الحب انك عايز ترمي بنتي عند خالتي. انا عمري ما حسيت بالحب ده من ساعه ما اتجوزتك. يا هدى، ارجوكي بقى بلاش مشاكل، كفايه المشاكل اللي بشوفها بسببي. انا فين هي المشاكل اللي بتشوفها بسببي؟ المحامي بتاعك ده اللي عمال يتنطط لي كل شويه، سي فؤاد العباسي. مش المحامي بتاعك طمنك على العقد الابتدائي اللي عملوه؟ ايوه طمني، بس انا بني ادم بحس وبشر، وكمان حكايه عقد تاجير المعدات ده المحامي مش لاقي له اي مخرج. هلا، يعني رحت للمحامي النهارده؟ ايوه طبعا، وقال لي على حكايه تاجير المعدات، من اصعب الامور اللي ممكن تتحل. الحل الوحيد بعيد كل البعد عن المحاكم والقوانين. مش فاهمه. قال لي كده على طريقه هحاول اجربها، بس للاسف الطريقه دي هتكلفها مبلغ مش قليل. زي بعضه، اعمل اللي عمله، بيع اللي تبيعه، بس المهم سفرنا من هنا. هيحصل يا هدى، وحياتك لا يحصل، هيحصل يا دودو. يلا يا ماما عشان نروح ننام في اوضتي. يلا حبيبتي، يلا يا دنايا. اتفضلوا يلا.
مش عايز اسمع زبط المدارس بتاعت الصبح، انا عايز انام، انام وارتاح قوي. حاضر يا سي صبحي، عينين ليك، تصبح على خير. وانت من اهله. على فين يا رباب؟ رايحة كلية. كلية؟ كلية عشان ايه؟ هي مش الدراسات انتهت والنتيجة بانت؟ رايحة اسحب الاوراق بتاعتي عشان اقدمها في الشركة اللي هتعين فيها. شركة ايه بس يا رباب؟ يا رباب يا حبيبتي، احنا مش نهتدي بالله بقى، نبتدي نفكر في مستقبلنا كويس. ما هو اللي بعمله ده يا بابا هو مستقبل. لا يا حبيبتي، انت مستقبلك في الجواز، مستقبلك في بيتك وعيالك وجوزك اللي هيعيش معاك. يا بابا انت عايزني اتجوز من انسان وهمي؟ وهمي؟ وهمي يعني ايه؟ الراجل موجود واحنا اللي قلنا نأجله لحد ما تخلص دراساتك اللي انت عايزاها دي، ولو انه ما كانش محتاج لدراساته لحاجة. هو ده اللي هيأمن لك مستقبلك يا رباب، هو ده اللي هيحميك ويصونك ويحطك جوه عينيه. وانت شايف انا بقيت راجل كبير ومش معقول هعيش لك طول العمر. اكيد يا بابا ان الفرق بينك وبينه مش كبير. ايه قصدك؟ يعني هو كمان مش هيعيش لك طول العمر؟ لا مش قصدي، انا اللي اقصده ان مستقبلي معاه مش بالصوره اللي حضرتك بتتكلم بيها عنه. تقدر تقولي يا بابا كان فين طول المده دي وسكت ليه؟ سكت ليه؟ عشان احنا طلبنا منه كده، عارف رأيك واحترمه ومحبش يعطلك في حاجة ويديك الفرصة كاملة. طب هو مين يا بابا؟ اسمه ايه؟ هتعرفي اسمه يوم ما هتتجوزيه. عموما انا هوضع الحل المناسب للموضوع ده. تعالي هنا. حل ايه اللي هتعمليه؟ هتجوزه. يا سلام، امالك بتقولي هتجوزه كده زي ما تكوني بتقولي هقتله؟ انا ما قلتش كده، انا هتجوزه بس لو وافق بالشروط اللي انا عايزاها. شروط ايه؟ هبقولها لحضرتك بعدين، ممكن بقى امشي دلوقتي؟ اتفضلي. شروط ايه؟ هموت يا ناس، يا عالم كده حرام عليكم. الموت اللي بيجي قضى وقدر، احنا ملناش دعوة بيه. ايوه زي حادثة العربية اللي كان حيروح فيها الدكتور امين. تقصد ايه قاعد بالكلام ده؟ ولا حاجة يا سعادة البيه، اصلي سعادتك كنت بتتكلم عن القضاء والقدر والكلام بيجيب بعضه. الكلام اللي بيجيب بعضه كتير. بقول لكم ايه، انا لا بتهدد ولا بخاف. جراه يا معلم، ما الحكايه معروفه ومفهومه. نفسي بقى اشوف العمار يا سيف. هتشوفوه يا اشواق، هتشوفوه. ميته. وانا بفكر وخطط وانفذ عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطر مستقبلنا. انا ما قلتش حاجه. لا، كلام اللي بتقوليه كتير قوي يا اشواق، بس انت اللي مش دريانه بنفسك. على كل حال، احنا هنصفي الشغل اللي لينا هنا وندور على شغلانه تانية تريحنا من وجع القلب ده. والحكايه دي بقى هتاخد لها كتير يا سيف؟ لا مش كتير، كلها ايام، انا عندي كلمتي. ماشي يا معلم. وطبعا قبل ما يحصل ده هنعمل الفرح الكبير. خد يا اشواق، وزع الفلوس دي على الرجاله، وده عشانك انت. انا عايزها على بعضه. ما انا كل ليك يا اشواق. خد الكلب ده، يفضل كده لحد ما يتربى. لو تحب الرياحه واريحهولك يا معلم. ما قلنا مليون مره انا ما بحبش القات. الله، هو مسلسل.
ايوه مساء الخير. مساء النور. الباشمهندس خالد؟ ايوه انا. يلزم خدمه؟ صبح متولي العادي، تاجر سيارات. اهلا وسهلا. انا في موضوع صغير عايز اكلم سعادتك فيه، بس نتفق من الاول اتفاق رجاله يعني اننا نبعد عن التعصب والنرفزه. ممكن ادخل؟ اتفضل. ماشي. بيتك جميل قوي يا باشمهندس. اهو حاجه كده مؤقته. مؤقته ايه؟ اي شاب لازم يبتدي صغير ويستنى الفرصه، واول ما تيجي يديها يعني. كلام تجار بقى لا مؤاخذه. سيادتك كنت عايز تقول ايه بالظبط؟ انا في موضوع صغير كده سيادتك طرف فيه، ومتهيألي يعني انك الطرف اللي هيكون متفاهم باذن الله، لان شكلك بيقول كده. ممكن اعرف سيادتك عايز تقول ايه؟ انا جوز مدام هدى. مين مدام هدى؟ مدام هدى مرات الدكتور امين سلام سابقا. ايه احنا قلنا نبعد عن التعصب والنرفزه. ماشي، من فضلك قول اللي انت عايزه بسرعه. باشمهندس الظاهر انك تعبان من الشغل، والظاهر كمان ان انا جيت في وقت مش مناسب يعني. يا استاذ بدون مقدمات اتكلم. العقد اللي انت عامله انت والاستاذ فؤاد العباسي مع هدى مراتي، ماله؟ عايزين نفسخه باذن الله. بسيطه قوي. بكام؟ باللي موجود جوه العقد في البند بتاع شرط الجزاء. انا ماليش دخل باللي جوه العقد ولا اللي بره العقد. انت تاخد كام ليك انت؟ ليه انا يعني ايه؟ يعني تاخد كام وتمضي على فسخه. خيانة بقى. ادي فرص يا باشمهندس. انت يعني انك محتاج فرصة تغير بيها الشقة، وتفتح لك مكتب جديد، تجيب لك عربية كده حلوة، وقرشين كمان تبدأ بيهم حياتك. أنا محتاج أنام دلوقتي يا سيد صبحي. تنام؟ أيوة، لأني تعبان ومحتاج أنام علشان أقوم أشوف شغلي. شغلي اللي هيغير لي العربية اللي أنت عملت عنها تحرياتك، ويغير لي الشقة، ويفتح لي مكتب، ويعمل لي رصيد في البنك اشوف بيه مستقبلي. ردك ده فيه تصرف حبتين يا باشمهندس. مؤكد طبعا انك عرضت العرض ده على الاستاذ فؤاد العباسي. الاستاذ فؤاد العباسي ايه؟ انا بعرضه عليك انت، انت بس، وكمان هديك نسبه من قيمه شرط الجزاء. كام بالظبط؟ اللي تقول عليه. نص المبلغ. النص كتير قوي يا باشمهندس، لكن طالما المبدأ موجود يبقى هنتفاهم. أنا عن نفسي عايز نص شرط الجزاء. مش هنختلف. والنص التاني هياخده الأستاذ فؤاد العباسي، وبكده يبقى ما اختلفناش خالص. ما اختلفناش إيه؟ أنت بتهرج ولا إيه؟ أنت في بيتي يا أستاذ. في بيتك آه، بس قول كلام حلو عشان أعرف أسمعك. اتفضل يا أستاذ. طب ما تفكر كويس، ما تضيعش الفرصة عليك. بره. إذا حبيت تجيلي هتلاقي نسبة 25% من قيمة شرط الجزاء في انتظارك. في انتظارك انت بس. ماشي؟ برا. Ding, ding, ding!
في ايه؟ الدكتور قال لي حلال مش موجود فاطمه. بتقول ايه؟ مش موجود يا دكتور. يعني ايه مش موجود؟ الكلام ده حصل من امتى؟ انا اديته العلاج ورحت اجيب له الفطار رجعت ما لقيتوش. دوروا عليه في الجنينه او في المستر ما تسيبوش حته الا ما تدوروا فيه. محدش خرج من هنا دلوقتي. لا يا فندم محدش خرج والباب مقفول قدام سعادتك اهو. طب افتح الباب بسرعه. حاضر. ليه كده يا دكتور امين؟ ليه؟ مالي موحشك يا دكتور. لسه شفتها قبل ما اموت. حاضر حاضر. حاضر تعال. لا تعال ما تخافش. لا ما تخافش تعال. طب اشوفها دقيقة واحدة وارجع لكم. عينيا حاضر تعال. اركب معايا العربية تعال تعال. هشوف مريم. هتشوف يا حبيبي تعال تعال. اتفضل. تعال. انا كان عندي احساس ان ممكن يعمل حاجه زي دي. ما هو دلوقتي بعد اللي حضرتك عملته هو ممكن يعمل اي حاجه. تصور ان العقد الابتدائي اللي معايا ملوش قوة قانونية فعالة. امال ازاي عملت بيه الاستشكال؟ كان لازم اعمل كده. واستندت على ان في ارادة سابقة لأمين في بيع الفيلا لوالدته. وده لازم يكون له نظرة خاصة في القضية اللي مرفوعة مني كمحامي الأمين ضد هدى اللي هي البيعة. بس مدام هدى دلوقتي بتعتبر هي المتصرفة في شؤون الدكتور أمين بحكم القانون كوصية. الكلام ده لو كانت على ذمته. إنما هي دلوقتي طليقته واتجوزت واحد تاني كمان. طب حضرتك مش هتعمل حاجة تانية بخصوص صبحي بعد اللي عمله؟ مين قالك إن أنا مش هعمل حاجة؟ صبحي ده بقى لعبتي ومش هو لوحده، ده معاه السيد الوالد كمان، وضيف عليهم بقى الست إجلال خالة هدى هانم. على فكرة شركة النيل المقاولات طالبة تجديد عقد إيجارها للمعدات. قوي قوي. بس المرة دي بقى هنضيف 20% من قيمة الإيجار. الأسعار زادت اليومين دول وهم عارفين كده كويس. إن
شاء الله انا بكره حمدي معاهم العقد. اهلا وصبح عارف ان انت معاك تفويض بالتوقيع والتصرف. كان قتلني يا جدع. انت بتقول ايه؟ ده انا هخليه واصي عليه. بقول لك صبحي ده بقى لعبتي، وبصراحه بقى انا حبيته. الشاي. شكرا يا عم سليمان، تسلم الايادي. شكريني يا عم سليمان. بقول ايه يا استاذ فؤاد؟ ايوه يا عم سليمان. الدكتور امين لما يخرج من المستشفى ان شاء الله هيروح على فين؟ على عندي طبعا. بس الدكتور امين عايز اللي يخدمه. لا ما تعملش هم، كل حاجه هتتدبر باذن الله، ما تخافش. عم سليمان لفت نظري الموضوع مهم جدا. حكايه السكن؟ السكن مقدور عليه، لكن المشكله اللي هتواجه الدكتور امين مساله حرمانه من الشغل. لا اطمن، هنلاقي لها حل باذن الله. انا مش عارف الدكتور هيواجه الموقف ده ازاي. الدكتور امين هيفضل مصر على الهرب، عشان كده مفيش خروج من الاوضه الا باذن مني انا شخصيا. مفهوم؟ مفهوم. لما يفوق بيديله الاكل بتاعه، اذا حصل اي حاجه بلغيني في المكتب. حاضر. ده كلام تقوليه يا هدى؟ مش عارفه يا خالتي، مش عارفه. متهيألي ان انا اتسرعت قوي، وحاسه بذنب كبير كبير. يا اختي لا ذنب ولا يحزنون، انت بس اصلك حساسه اكتر من اللازم. لا يا خالتي لا، صبحي طماع. صبحي بيدور على حقك. ما هي دي الحجه اللي ماسكهالي انا. خلاص يا خالتي، ما عدتش استحمل اكتر من كده. طب والعمل؟ اتطلق. ايه تتطلقي؟ انت اتجننتي؟ بالعكس، انا عقلت. انا بكلمك وانا في كامل قواي العقليه. يا بنت فكري في الكلام اللي بتقوليه، ده جنان. فكرت يا خالتي فكرت. انا شايفه ان انا من غير جواز اكون احسن. انا هكلمه وهخلي ابوه يكلمه، اصله بيخاف من ابوه قوي قوي قوي، وبيعمل له الف حساب. اعملي معروف يا خالتي، بلاش انتي، انا مش عايزه المشاكل دي تبقى بيني وبينه. ايه يعني انا غلطانه اللي بتدخل بينكم يا هدى؟ ابدا مش غلطانه يا ست الكل، بس انا مش عايزاه يقول قاعده تتودود مع خالتها وتجيبي لي مشاكل من غير داعي. طب قولي لي بس اريحك ازاي؟ بقول لك ايه، انا عايزاكي تجسي النبض، تروحي تكلمي عم متولي، تقولي الصبح اذا كان مستريح معايا ولا لا، واذا لقيتيه مش مستريح قولي له طلباته ايه، وخلينا نخلص بالمعروف. يعني ده اخر كلام؟ ده انا حاسه كمان ان انا اتاخرت قوي، ده انا بستخسر كل ساعه عشتها معاه. الله الله الله، على فين يا هدى؟ خارجه يا خالتي، حط مش طايقه هدومي. اكيد عم سليمان جاي وجايب معاه البط، عايزين ناكل. هم هم هم، عايزين. مساء الخير يا سعيد. مساء النور يا ست هاني، اتفضلي. ازيك يا عطيات؟ اهلا يا ست هاني. خطوه عزيز ابنك القمر ده. ايوه، عقبال ما ربنا يعود عليك بولد يا رب. ازيك يا ست مريم، يا ترى فاكرانا ولا نسيتينا؟ انت عم سعيد. صح. طب والكابتن ده؟ ده عطيات. يسلم بقك يا ست مريم. ازيك يا سعيد؟ الحمد لله يا ست هاني، على اذن خمسه وجاي بسرعه. استنى بس، انا عايزاك في موضوع. هنزل اجيب حاجه ساقعه واجيب بسرعه. لا متشكره، مش عايزه اشرب حاجه. طب عشان خاطر الست مريم. ولا مريم عايزه حاجه. اللي تأمري بيه. اتفضلي يا ست الكل. هروبك ده يا دكتور امين ما كانش له اي مبرر. خلي بالك انت ما هربتش من المستشفى وبس، انت تعتبر هربت من العقوبه كمان. خليها صريحه يا دكتور وقول من السجن. سميها زي ما انت عايز، انا تحملت مسؤوليه حراستك ورفضت حراسه البوليس عشان ما ياثروش على نفسيتك ونفسيه المرضى، لكن لازم نتفق ان اللي حصل ده كان غلطه كبيره، كانت هتبقى ضدك.
مفيش حاجة لمصلحتي أبدا، كل حاجة في الدنيا دي ضدي. ما تخافش، كل حاجة هتكون تمام. يعني إيه يا دكتور رمز؟ يعني حتى التقرير بشفاك من أي مرض نفسي أنت تعرضت له. يعني أنا اطمنت عليك فعلا ومقتنع تمام الاقتناع بأنك اتست المحنة والأزمة انتهت. الست هدى مجيتها على عناية، بس الموضوع اللي هي جاية تتكلم فيه ده زمان وفات وعدى من بدري. جرأي يا سعيد، هو أنا عشان جيت لك لحد هنا هتتلت عليا ولا إيه؟ يا ست أنا لا بتلت ولا بتربع، أنا راجل غلبان. ثم إحنا دلوقتي عندنا عيل عايز مننا موالية. وماله؟ ترجعوا زي ما كنتوا بالظبط وأحسن من الأول كمان، وترعوا الولد والبيت. أنا بعترف إن أنا كنت غلطان لما هربت، لكن أعذرني يا دكتور. دوافع كانت أقوى مني ومن إني أقاومها. أنا إنسان مظلوم. أنت لو كنت حسيت بالظلم أكيد كنت عذرتني. طول ما الإنسان موجود الظلم كمان موجود. الظلم ده صفة من صفات الإنسان، عشان كده عمله القاضي والمحامي والسجن والجلاد. تقدر تقول يا دكتور أمين مين فينا ما حسش بالظلم؟ كل واحد فينا شافه، بس الدرجة بتختلف والشكل كمان بيختلف. أنا شخصيا اتعرضت له واتظلمت فعلا وحاولت ترد عني، لكن مش بالظلم، بالعدل. العدل هو اللي جابني هنا، العدل هو اللي سجني. استودا انت دلوقتي عارفه ان انا شغال في فندق محترم مساعد طباخ. انت بتقول الكلام ده عشان تزود مرتبك؟ دنيا عمرها ما كانت فلوس يا ست هدى. ثم الدكتور الله يعافيه ويشفيه ما كانش بخلينا محتاجين حاجه خالص. وانا قلت انك محتاج لحاجه؟ ده انا بقول لك عشان تواسينا وتسلينا بدل ما نقعد لوحدنا. ومريم دايما بتسال عنكم. متاسفه يا استاذ هاني، مش هنقدر نيجي. عداله الانسان بتبحث ميزان مادي، والقاضي عليه يقول حكمه حسب الحقيقه اللي قدامه. واذا كان اللي قدامه مش هي الحقيقه يبقى دوره لغايه كده انتهى ويظلم. القاضي مش اله عشان يعرف فيه اللي جوانا. القاضي ده بشر بتحكمه الادله. انت لازم تغير مفهومك عن العداله. انت راجل بتقول انك اتظلمت من الناس، يبقى غلط انك ترد الظلم بالظلم وتشكك في حكم القاضي عليك. انا تعبت يا دكتور رمز، تعبت وانا بدور على الحقيقه وبرضه ما لقيتهاش. دلوقتي انا خايف لتكون الحقيقه تاهت وافضل في نظر الناس المجرم اللي ارتكب جريمه بعد ما خان ضميره وخان المجتمع. خايف لافضل موصوم، خايف لبنتي تورث الوصمه دي من بعدي. بنتي ذنبها ايه؟ ومراتي كمان ذنبها ايه؟ خلاص يا سعيد، اذا كان الظروف شغلك بتمنعك بلاش انت، وخلي عطيات تيجي معايا. عطيات دلوقتي ملزومه بيا وبابوها وبابنها، وما اعتقدش انها هتقدر تخدم حد تاني. انا ما بقولش تخدم حد، دي تقعد معايا تسليني تونسني بدل ما انا وبنتي قاعدين متضايقين. بالمناسبه يا دكتور، في امور لازم نتكلم فيها. انت الحمد لله استرديت صحتك وبعد شويه هتسترد حريتك، بس في ثمن الانسان دايما بيدفعه سواء بارادته او من غير ارادته. المهم انه لازم يندفع. وايه هو الثمن ده؟ بعدين هنتكلم فيه. دلوقتي جه معاد الغدا. على فكره انا من بكره عايز اشوف لك شويه نشاط رياضي. انا شخصيا بحب الرياضه، ايه رايك لو نمارسها سوا؟ ها؟ امال البيه اللي مع حضرتك فين يا ست هاني؟ البيه شغله كتير وبيرجع متاخر قوي.
برضو مهما كان شغله واجب يراعي بيته. جراي عطيات، هو انا عشان اتنزلت وجيت لك هتاخدي وتدي معايا في الكلام؟ يا ست هرم، انت عمرك خدتي ولديتي مع حد عشان اخد ودي معاكي النهارده في الكلام؟ انت لما كنت عملتي اللي عملتيه فينا، حد كان فتح بقه معاكي بكلمه واحده؟ الله، ده تربيت بقى عايزه تخلصي مني النهارده. طار ايه يا ستي، ده حتى من دخل بيتك جاب الحق عليك، واحنا برضو ناس وبنعرف الاصول. بتعرفي الاصول؟ ده انتوا ناس قلالات الادب صنف نمرود. اعوذ بالله. يلا يا مريم. انستينا يا ست مريم. شتمتك. الفطار يا شجيع السيمة. مشكرة يا ست أشواق. وكله سلف ودين. بكرة سيف لما يرميك الرمية دي هتلاقي برضو اللي اتريق عليك. جرايه يا واد يا منصور، هو سيف دي الوقت بقى كخي؟ مش دي كان معلمك وسيدك وتجرسك؟ سيف ده تعبان والمتغطي بيه عريان، اسألين أنا عنه. عندك الأكل وقدامك نص ساعة وبعدها تقوم تشوف شغلك، مفهوم؟ أنا مش عايز نص ساعة يا ست أشواق، أنا عايز 5 دقايق بس أقولك فيهم على سر يهمك. سره بقى يا نكد. ماشي يا ست، بس لازم تسمعي الكلام اللي هقولهولك. خلصني. انت فاكره ان سيف هيتجوزك بصحيح؟ العب غيرها يا منصور. انا ما بلعبش يا ست، انا عندي الدليل على كلامي. الدليل؟ يا ست اشواق، محدش يعرف سيف قدي. سيف ده البني ادم عنده ملوش اي قيمه، الواحد يخدمه ويعمل عشانه كل حاجه ويبقى كارت وتحرق، ولو ما تحرقش يدور له هو على حاجة يحرقه بيها، المهم يختفي من الوجود. سيف عمره ما قتل حد. سيف ما بيحبش القتل عشان جبان. سيف عارف انه لو قتل فرخة هتبقى فيها نهايته. في 1,000,000 واحد يا ست أشواق بيكرهه سيف ومتمنين له هفوة. كلامك لا هيودي ولا هيجيب. انت ما عندكش اي حاجه تثبت بيها اللي هتقوله. انا الدليل يا ست اشواق، انا الدليل. رميني هنا رميه الكلب واسالي رشدي وفكري وصابر. انت يا ست اشواق، انت رميك هنا ليه؟ سيف يا ست اشواق لو كان عايزك كان لمعك وصنفرك وحطك في قصر بنور. سيف عارف هو هيتجوز مين، وزمانه دلوقتي بيوضب خطة لكل اللي في الجبل عشان يخلص منهم مرة واحدة. انت متأكد ان سيف بيضحك عليا يا منصور؟ مش عليك انت وبس يا ست اشواق، ده ضحك على كل الشنبات اللي هنا، ودليل نجاحه ان كل واحد ماسك سكينة لاخوه عشان كل واحد يقتل التاني ويفضل هو. والحل ايه يا منصور؟ تسيبيني اهرب يا ست اشواق عشان اوريك انا هعمل في سيف ايه. هنتقم لك وانتقم لنفسي ولكل الناس اللي ضحك عليهم. ده انت طريقتك متشخصاتي كبير قوي يا واد، واني مش واخده بالي. يا ست اشواق صدقيني، صدقيني مره واحده، اديني فرصه عشان اثبت لك ان كلامي حقيقي يا ست اشواق، علشاني وعلشانك وعلشان كل الناس اللي هنا. قدامك ربع ساعه وبعدها تقوم تشوف شغلك، يا اما تاني حاجه هشوف شغلي وياك، مفهوم؟
أنا كنت عارف إن من ضمن مشاكل أمين مشكلته العائلية. أمين لو عارف إن مراته طلبت الطلاق ممكن يتعرض لهزة جامدة جدا ويبقى في موقف إحنا مش عايزينه. بس سيادتك بتقول إن الدكتور أمين خف بالفعل من الأزمة اللي هو كان فيها. اللي سيادتك لازم تعرفه عن أمين إن استجابته للمشاكل بقت عنيفة جدا مدمرة، وده بيرجع لتكوينه ودي الأحداث اللي حصلت له. طب إزاي حضرتك هتنقل الخبر ده يا دكتور؟ أنا مهمتي كطبيب العلاج مش التسبب في المرض، لكن الظاهر إن أنا هقوم بالمهمتين مع بعض. مهمة صعبة قوي يا دكتور رامز. هو الخوف فعلا لجيله نكسة تضيع كل اللي سيادتك عملته. عشان كده لازم نعرفه بكل حاجة حصلت له، لأنه لو اكتشفها بنفسه رد الفعل هيكون من أعنف ما يمكن. المهندس خالد يعتبر تلميذ الدكتور أمين، ولما عرف إن صحته اتحسنت طلب مني إنه يجي يشوفه معايا، بس مش عارف رأي حضرتك إيه في ضوء اللي حصل. أوي أوي. المطلوب دلوقتي إن الدكتور أمين يزوره أكبر عدد من الناس اللي بتحبه وبيثق فيهم، عشان يحس كمان إن لسه في ناس بتحبه. يعني نقدر نشوفه النهارده يا دكتور رامز؟ ممكن طبعا، بس يستحسن إني ما كنش موجود معاكم في الزيارة دي. أنا عايزها تتم بصورة طبيعية جدا. دلوقتي ممكن تتفضلوا عشان ما تتأخروش عن ميعاد الزيارة. تفضلوا. طب بعد إذنك يا دكتور. يلا يا خالد. تقدر تقول لي يا دكتور أمين إيه مشاريعك في المستقبل بعد خروجك من هنا؟ الإنسان اللي فكر في مشاريع لازم يكون عنده رصيد، وأنا رصيدي صفر. أنا نفسي يعتبر صفر، جاي من صفر ورايح برضو لصفر. بتوع الهندسة والرياضة أثبتوا إن الصفر له قيمة على ما أظن. يا ريت حضرتك تقول لي على القيمة دي عشان أحدد قوتي، لأني محتاجها قوي، وإنها الحاجة الوحيدة اللي هتبقى لي من كل اللي حصل وكل اللي شفته. أنا شخصياً حمسك الخشب وأقول ألف حمد وشكر ليك يا رب. ولا يا أستاذ فؤاد؟ الحمد لله طبعاً، أمين رجع زي الأول وأحسن. فيش حاجة بترجع زي الأول يا فؤاد، نحن نضحك على روحنا. إيه يا سيدي، أنت كل اللي ناقصك شوية غيزة وحتبقى عالي العال. فؤاد أنت عارف إن أنا فقدت كل حاجة، شغلي واسمي ومستقبلي وسمعتي، يعني اختصار فقدت كل حاجة ليا في الدنيا. المهم ازاي مريم؟ اطمن، مريم بخير والحمد لله. الحمد لله. تعرف يا فؤاد، انا لما كنتش اقتنعت اخيرا ان انا بقضي مده عقوبه هنا، كنتش عارف انا هستحمل بعد مريم عني المده دي كلها ازاي. الاخبار يا خالد؟ الشغل اللي انا كنت سايبه تم فيه ايه؟ كله تمام يا دكتور، والشغل اتسلم في مواعيده. انا عارف طبعا ان في حاجات كتيره اتباعت عشان التعويض المطلوب مني. الشركه اتباعت فعلا يا امين. معلش، بس المهم البيت ما يتباعش. من فضلك يا فؤاد عشان خاطري اعمل المستحيل والبيت ده ما يتباعش. اطمن يا امين، البيت لغايه دلوقتي باسمك. كتر خيرك. متشكر. على فكره الدكتور رامز طمنا، ولعلمك بقى انا جاي اقول لك على خبر عظيم جدا. ولسه في اخبار عظيمه في الدنيا دي؟ طبعا يا اخي، الحكم بتاعك هينتهي بعد 3 اسابيع. هقول ده ايه؟ ما كنتش تعرف ولا ايه؟ لا، انا اصلي احساسي بالزمن مات من زمان، اللي ببات فيه بصبح فيه. بس ده خبر كويس قوي. معقول هخرج للدنيا، هشوف مريم، هاخدها في حضني تاني؟ يا ده انا مش متصور ان ده هيحصل في يوم من الايام. على فكره يا دكتور، انا والاستاذ فؤاد كوننا شركه لاداره اعمالك. اداره اعمالي؟ ايوه، احنا دلوقتي بنأجر المعدات بتاعت حضرتك، وبقى ليك عندنا رصيد كبير قوي.
اهدى، عندكم كل الاخبار العظيمه دي وما تقولوليش عليها من زمان؟ كل حاجه بتيجي في وقتها يا امين. المهم ريح نفسك وارمي حملك على الله علشان امين يرجع تاني لكل حبايب اللي مستنيين. ها نمشي احنا بقى؟ ليه؟ خليك قاعد شويه فؤاد، عندي ميعاد مهم لازم امشي. يلا يا خالد. مع السلامه. مع السلامه يا خالد. خليك مستريح يا دكتور والف مبروك. سلام يا امين. مع السلامه. ايه يا هدهود؟ معقول انت اللي بتشتغلي برضه؟ امال عايزني اعمل ايه؟ اسيب البيت لحد ما التعابين تمشي فيه؟ طب يا حبيبتي قوليلي، قوليلي وانا اجيب لك شغاله من الفلبين. يا سلام، الفلبين مره واحده؟ مش كتير عليك يا دودو، انا عايزك ترتاح، ترتاحي خالص وتروقي نفسك على الاخر. اروق نفسي؟ اروق نفسي ليه يا صبحي؟ ليه يا دودو؟ لحياتنا، ده انا عايز اعوضك كل اللي فات. انا بسمع منك الكلام ده كل يوم، مفيش حاجه جديده كده؟ لا في، ده انا محضر لك حته مفاجاه، مفاجاه حلوه خالص. والله هنسهر بره ولا ايه؟ سهره ايه يا دودو؟ احنا هنسافر، هنسافر زي ما قلت لك. ايه مش مصدقه؟ لا الكلام ده فات اوانه، انا عايزاك تعيد نظر في جوازنا. اعيد نظر؟ اعيد نظر في ايه يا صبحي؟ احنا مش ممكن هنكمل مع بعض. نكمل مع بعض؟ هي رحلة يا حبيبتي ولا مشوار احنا رايحينه؟ ده جواز يا دودو، جواز وعقد ومأذون وحياة كاملة. حياة كاملة؟ ده انا حاسة كأني في سوق تجاري. صدقني يا صبحي انا عمري ما حسيت ان انا متجوزة. ايه ده يا حبيبتي؟ انت اكيد متضايقة خالص، انت اكيد اعصابك تعبانة، لازم اجيب لك دكتور عشان ما تبطل بقى، بطل التمثيليات بتاعت الزوج الوفي المخلص. انا عايز اسألك سؤال، انت اتجوزتني ليه؟ عشان بحب. تحبني؟ يخشى عليك. ازاي وامتى وفين وازاي بتحبني وانا حاسه انك بتستغلني؟ انا بستغلك؟ الله يسامحك. ده انا من ساعه ما جوزتك وانت ما فيش في دماغك غير البيت والتسجيل والقضايا والمشاكل، وكل ده علشان مين؟ علشاني انا؟ ابدا، عشان سيادتك يا حضره الزوج المحترم. اللي قالك كده كداب. للاسف انا عرفت كل حاجه يا صبحي، ويا ريتني عرفتها من ناس تستاهل. ناس كانوا بيقولوا لي يا هدى هانم، دلوقتي بيقولوا لي يا هدى وهم متضررين. حس ان الموضوع كده يبقى لازم تعرفي الباقي، الباقي كله. هو لسه فيه باقي؟ اه في باقي. التمن يا ست هدى، تمن حياتي اللي ارتبطت بيك مش ليها تمن ولازم تدفعيه؟ ما انت اشتريت البيت بملاليم وصرفتها عليك، صرفتها على طلباتك اللي ما بتنتهيش. انا اشتريته اه، بس لسه ما سجلتهوش، زي المعدات برضو اللي انا اشتريتها ولسه ما سجلتهاش. انت كذاب، انا ما بعتلكش معدات. لا بعتيها بس ناسية. ده انا اوديك في 60 داهية. المية تكدب الغطاس، عقد البيع موجود وعليه امضتك وفي حضور المحامي كمان. انت كذاب، انت والمحامي كذابين، ده انا اوديكم في 60 داهية. يا هدى بلاش شتيمة، عيب، انا جوزك. انتوا حرامية ونصابين، وهقول للناس كلها انكم حرامية ونصابين. انت تقولي وانا كمان هقول كل اللي عندي. انت هتقول ايه يا اخويا؟ انت مالكش كلام عليا. عندي كلام كتير قوي هقوله. انا هعلل لكل الناس السبب اللي خلاك تديني كل الحاجات دي وانت في كامل وعيك. انت بعتيلي كل املاكك علشان حبك ليا، علشان جريك ورايا، عشان الفرق اللي بيني وبينك. اه ومش هتكسف اقول للناس انك اشتريتيني بفلوسك. اه انا لا اول شاب يبيع نفسه ولا اخر شاب، انا زيهم، صنفي من صنفهم. قذر، سافل، مجرم، جبان. عندك حاجة تانية عايزة تقوليها قبل ما امشي؟ اطلع برا، اطلع برا. هطلع برا؟ انت اللي تطلعي برا، ولعلمك انت قاعدة هنا بمزاجي، ولما مزاجي يتعكني يا حلوة هتلاقي نفسك على الرصيف. باي باي يا حلوة. تعال هنا، رايح فين؟ طلقني، بقولك طلقني. لسه ميعاد الطلاق ما جاش، ابعدني.
تقول.